الحمد لله يعني انت امتحنت كل دي الحمد لله الناس حلت احنا نقدر نقرا المقارنه بتاعت المساله من الرسم طيب من غير حتى ما نقراها ايه من الداتا جيفن لكن احنا بنقرا الداتا جيفن عشان نحصل على قيم اللوسز ونحصل على قيم اللي هي بتاعت البومبات والتجميع هنشوف هو ده كله سيستم موتور فقفل التانك هنا فوق وبالتالي حط لي عداد يقرا قيمه البريشر معاه ده منطقي طيب لو كان يا شباب سي ان في ووتر فوق الووتر اويل فوق الاويل ايه مثلا على سبيل المثال حاول ماشي ونفهم حته كده لو ان مثلا عندي ايه ادي ووتر وادي اويل وراح حاطط لي هنا كده العداد ده ار سي هو حاطط لي اقرار العداد هنا 40 كيلو باسكال وكاتب لي هنا بي ايه فانا فاهم دلوقتي ان ايه ضغط الهواء 40 يعني العداد قرب قيمه ضغط الهواء اللي موجود هنا تمام كده طيب الثابت لو هما كده هضطر اعمل ايه كوفلنت عشان اوحدهم كلهم ليكود واحد وممكن اسيب الهواء زي ما هو مفيش مشكله او احوله يبقى كله ايه سطح مفتوح فلو حولناه كله الوتر فتحول التانك لكده بقى تانك مفتوح وبالتالي الضغط اللي هنا بقى ايه يا شباب ليه اتموسفير هو مش زيرو هو ليه قيمه اسمها اتموسفير بس كجيتش بزيرو كلام جميل طيب دائما المعادلات المفيده بالنسبه لك او المعادله يعني اكيد اكيد قانون تطبيق المعادله ما بين اول نقطه اللي هي سطح التانك هنا والاكس دائما دي معادله مفيده جدا انك تاخد كل مكونات السيستم تربطهم ببعض اكيد بتجيب لك قانون والقانون يكون عباره عن ايه؟ رقم واحد لو ان البريشر ده جدا والفلو ريت قانون خلاص يبقى هتجيب الفلو ريت لو ان الفلو ريت جدا يبقى المجهول بتاعي بريشر طب لو ان الفلويد جيفن والبريشر كمان جيفن فاكيد في مجهول جوه دول يا بقى الهيد بتاع التربينه يا هيد البامب يا هيد البالب ده لوجيك لان المعادله بتاعتك هي ايه؟ في انون واحد المعادله واحده في انون واحد فعلى حسب الجيفن يختلف بقى على حسب الجيفن دي فعلا بتكون ايه؟ التغيير اللي ممكن بيبقى في مساله ان ده مش معايا بس الفلويد جيفن اقدر احسبه كل الداتا الباقيه معايا لا ده معايا بس الفلويد لا مجهول احسبه ده الاثنين معايا بيبقى مجهول ايه؟ واحد في النص المعادله دي دايما ايه؟ اللي بتلم كل دي تقدر احصل على عدد كويس. مكونات السيستم برضه لازم اقراها بعنايه بصراحه. لو قراناهم عدد ستيج من البايب هلاقي ان في ستيج كل دي ستيج ان الستيج في مصانع هي اللي موصله بين تو كومبوننت بما فيهم التانكات. بما ان ده تانك وبالب ادي ستيج بما ان ده بالب وتربينه دي ستيج باكج كده بما ان دي تربينه وبامب ادي ستيج يعتبر دي كمان ستيج من البامب دي ثم من البامب للتانك ادي ستيج خمسه ستيج وبالتالي عدد البوينت المهمه في دراستها مجال التوتال انرجي عندها هو تقريبا 10 اللي هي مدخل او بدايه ونهايه كل ستيج 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 انا هقسم التوتال انرجي باين بال 10 هنا في حاجات اسمها البو البو دي ايه؟ تتحط كده واصله لما بيبقى في كونكشن ما بين افقي وراسي او حتى افقي ومايل على حسب فبحط حاجه اسمها البو وتؤدي لوجود لوسز وبديك قيمه اللوسز بتاعتها مفيش جدال على كده. الهيد بتاعت البالب جيفن، هيد التربينه
جيفن طالما انا مجهود غيرها يعني والهيد بتاعت البامب وارد جيفن لو في انون غيرها او وارد ايه انون لو في الحاجات الباقيه ما اعرفها فده مهم جدا ايه من الحاجات اللي انا بدور عليها دائما التانكات اللي بصص فيها نيجلكت سواء ده او ده دائما لو هاخد نقطه في التانك ادرس فيها فسرعتها بصفر بينما لو هاخد نقطه جوه بايب فتختلف فلويد ثابت لكن تختلف السرعه ديبند على قطر البايب لو قرانا المساله قراءه سريعه كده بيحكي لي كل اللي احنا قريناه ده طبعا هي كان مديني جيفن ان الفلويد ده كان جيفن الفلويد كان هيساوي 30,000 برميل يوميا ده بيبدي ماشي كان مديني ان هو هينقل اويل والاويل ده ليه اس جي 85% وكان مديني ان في بي واحد عرفت الكومبوننت ان في جيتش واحد وجيتش اثنين في بامب واحد وبامب اثنين باينين قدامي جدا عرفني بس ايه ان كل بامب هتشتغل 12 ساعه في 5 ستيج يعني في 5 ستيج من البايب 3 البو في 3 البو 1 2 3 زي ما قلت هو بيحكي لي الموجود ثم البريشر جيتش واحد 40 كيلو يبقى مديني البي دوت 40 كيلو باسكال تمام طالما ده معطب يبقى المتوقع في النظريه لو كل الداتا جيفن فاكيد ايه الفلويد المجهول بس نبص كده ان هو مديني في الاول مين اه بقى الفلويد والبريشر اكيد في حاجه من الهيد دي هي اللي مجهوله اكيد ما المعادله كده بقى غلط فراح قايل لي خد بالك ان هيد التربينه 30 والهيد اتش بتاع التربينه 30 متر البايبات طبعا بيديني النص بتاعها قال لي ان البامب بتاعتك دي كفائتها 75% يديني الايتا بتاعت البامب 75% طبعا طلب مني كده في نقطه هنا اسمها بي لما بيديني يا شباب بوينت هنا فوارد يسالني السؤال ده فايند البريشر عند البوينت دي ده الصيغه المباشره للسؤال او يقول لي تشيك الكابيتيشن عند البوينت دي فتشيك الكابيتيشن يعني كاني احسب البريشر وشوفه بوستيف يبقى نو كابيتيشن نيجاتيف يبقى في كابيتيشن يبقى صيغه ان هو يختار لي نقطه ويطلب عندها البريشر الصيغه المباشره فايند البريشر عند النقطه الصيغه الغير مباشره تشيك الكابيتيشن فوقت ما يقول لي تشيك كابيتيشن هحسب انا البريشر عند البوست البوينت اللي اداها لي في الغالب مصر بيديني ايه قيمه الاسس او يعرفها لي يعني هنا معرفها لي ان البي دي في منتصف البايب الثانيه بما انها في منتصف البايب فاللوجيك ان هي تاخد نص قيمه الايه اللوسس بتاعتها قال لي في تلتها يبقى تاخد تلت قيمه اللوسس وهكذا طيب عايزك تحسب لي الراجل الطيب ده بريشر عنده كام هو قال لي في الميد بوينت في النص بتاع البايب رقم 2 وكمان عايزك تقول لي قرايه العداد ده بكام واخيرا ترسم لي التوتال ايج لاين ترو طبعا اداك التحويله من البرميل للمتر المكعب تحت ايه عشان ايه يعني ايه مش كل الناس تبقى فاكره التحويله او عارفاها فالخط رقم واحد طبعا يعني عايز تكتب اوكي بس هي يعني الارقام موجوده فنبدا بالسوليوشن هحسب الفلوريد منين ده جيفن اصلا انا كل اللي هعمله التحويله بتاعتي طبعا بردي يعني قال لي 3600 في 24 والقيمه اللي هي ايه جيفن في رقم التحويل اللي فطلعنا اهم حاجه نطلع الراجل الطيب ده متر مكعب بمسلم مش مهم ده كان اه ماشي ايا كان هتقسم يا باشمهندس مش قضيه مش قضيه انت هتعمل ايه ماشي يعني ممكن يدوا لك هنا بالمتر المكعب خلاص بيدوا لك بالبرميل ومديك التحويل هتقسم مفيش كلام اهم حاجه هتقسم على ده اساسي انت فوق هنا حصلت على المتر المكعب بمتر بضرب بقسم على حسب التحويل اللي بتاعك لكن دي اللي لازم احولها ليه؟ لانه قال لي ده بيج دي كل يوم فدي الاهم يعني حسبنا ده متر مكعب بالسنه ثابت ثابت معناه ان بعد كده سرعه اي حاجه هتيجي من ايه؟ من فلويد على اي حاجه. خطوه رقم اثنين يا شباب قلنا بقى ايه؟ تفكر في ايه؟ اختيار دايما النقطتين دول تطبيق المعادله ما بينهم فانا هختار دي النقطه اللي هي بتاعت السطح دي الراجل ده والاكس قبلها معلش كان مديني النصوص هنا بهذا الشكل كان مديني النصوص كده هي برضه ولا حاجه يعني بيني وبينك هي يعني مش انت ما حسبتش هنا نصوص يعني انت نصوص جبت لكن حساب اللصوص حاجه ثانيه حساب اللصوص ليه قانون ثاني يا شباب اللي هو الاف في ال على الدي الفي سكوير على 2 جي انت لا تتفرق ده نهائيا امال اللصوص هنا كانت جيفن لك كل اللي انا بعمله هو تثبيت القيمه على اللي انا عايزه على المتر اللي انا عايزه فكان مديني كده يا شباب البايب ان
البايب دي، ده البايب لينس، ده طول البايب بالكيلومتر. وتحت مديني الايه؟ الاتش لوسز بس لكل 100 متر. يعني معناه ان كل 100 متر من البايب بيفقدوا القيمه دي كلوسز. لو ان البايب ليها لينس ال مهما كان فيفقد كام؟ دي المعادله يعني، هو كده كده مديها لي. فكان مديني ان البايب الاولى طولها 10 كيلومتر، البايب واحد ستيج واحد، وكان الفقد لكل 100 متر 7 عامل 100. البايب الثانيه كان طولها مش عارف كام والفقد كام. احنا بس هنطبق على اول واحده اهي. فهو قال لي كده، من الداتا دي ازاي اجيب قيمه اللوسز بالمتر اللي انا عارفها؟ يعني لما اقول له الاتش لوسز بالمتر بتاعت البايب الاولانيه بكام؟ اجيبها ازاي يا شباب؟ مش محتاج اي فكر يعني، بسيطه قوي. شوف اعمل اللي انت عايزه واشتغل اللي انت عايزه، الثابت تبقى تكون فاهم كده ان القيمه اللي مديها لي كل 100 متر وده اللينس بتاع البايب. فاهم ابسطها ان احنا نعمل المقص البسيط اللي هو يعني مبدئي خالص ان ال 100 متر بيؤدوا الفقد 7 من 100، فيبقى ال 10 كيلو متر اللي هم 10 في 10 اس 3 متر يدوني كام؟ اكس. وكان الاكس تطلع كده الاتش لوسز الجبن، انا هعملها لك كده ايه تعمم. الاتش لوسز الجبن لما اضربها في اللينس بتاع البايب بس ايه معلش خد بالك بالمتر واقسمها على 100 هحصل على ان الاكس دي هي الاتش بتاعت اللوسز بالمتر اللي احنا عارفينه، بمعنى 7 من 100 ده الجبن لكل 100 متر ضربته في اللينس بتاع البايب اللي هو 10 كيلو، ادي 7 من 100 و10 كيلو اللي هي 10 اس 4 على ال 100 فاحصل على ان دي 7. لما اصفي دي كده تطلع 7 متر، يبقى قيمه اللوسس في البايب دي 7 متر. ده معناه اذا اللوسس كانت جبن، لكن كل اللي كان ان كنا عايزين بس ايه نجيبها على تحويله المتر او على ظبطه المتر. هتطبق كده في كل اللوسس الباقيه، يعني لما مثلا يقول لي ان دي الارقام مفيش مشكله فيها 2 من 100 والراجل ده 40 كيلو. خلاص بقى فهمنا، يبقى 2 من 100 في 40 كيلو على 100 احصل على قيمه اللوسس. مش عارف دي كام ودي كام، يبقى ده بده على ال 100 احصل على قيمه اللوسس، بس طبعا ده بالمتر. ماشي الحال؟ طيب البلب ما ينفعش تقولي بالمتر، البلب ملوش طول فهيديني اللوسس فيه دايركت. هو عشان كده كان مديني الاتش ايه اللوسس بتاعت البلب. لو خدت بالك ان عند البايب لينس ما فيش ليه لينس، البلب ده هتعمل ايه باللينس بتاعته؟ فقيمه اللوسس كده الالب اللي هي دي الالبز اللي موجوده دي كده هيديني برضه فيها قيمه اللوسس دايركت. اهم ما في الامر ان اللوسس جيفن معايا كلها، الهيد بتاع البالب معايا والقلب معايا والبايبات معايا كلها. فلما نطبق المعادله بنتبقى كده يا شباب نقول ايه؟ سمي، ما تقولش واحد واثنين، يعني قول احنا اتخذناها ما بين ايه؟ تانك سيرفيس ما بين سطح التانك اند الاكزيت، اكتبها كده لان فيما بعد انت هتختار 10 نقط وتحل عندهم. فيعني صعب نقول ايه؟ دي واحد واثنين، تقصد بمين واحد واثنين؟ فهنسميها باسم الحاجه تانك سيرفيس والاكزيت. يبقى البي سيرفيس على جاما الاويل، جاما الاويل الراجل ده بيمشي اويل، زائد البي سيرفيس سكوير على 2 جي، زائد الزد سيرفيس في ما بينهم بامب هيد البامب، بيتساوى مع البي اكزيت على الجاما، زائد البي اكزيت سكوير على 2 جي، زائد الزد اكزيت بلس اتش لوسز. انا اقصد اللوسس دي يا شباب البايب، يعني اللوسس اللي انا اقصدها واساسيه لا تحسب، ما ينفعش يعني ممكن اختار اي نقطتين، اي نقطتين في السيستم ما فيهمش ايه او ما فيش بينهم لا بامب ولا بامب ولا تربين ولا اي حاجه، بس في بايب ستيج احطها اتش بلس بتاعت البايب ستيج، بايب بلس الهيد بتاعت البامب بلس في تربينه بلس في فيتنج، فيتنج اللي اقصد بيها الالبو، فيتنج دي بقى تندرج تحتها ايه؟ الالبو، يعني اتش فيتنج دي الالبو. طيب الحمد لله ان سطح التانك مفتوح، لا مش مفتوح، ده في قيمه ومديها لي اللي هي 40، 40 في 10 اس 3 على الجاما بتاعت الاويل اللي هي الاس جي بتاعته اللي كانت 85 في 9810 لان احنا ثبتنا هنوحد كل نيوتن ومتر. لكن الحمد لله السرعه جوه التانك مش هعتبرها قيم صفر. الزد بتاعت سيرفيس جيبن 110، ولاحظنا ان المساله دي مين اللي كان مجهول؟ ده كان اول ريكوايرد، هو الاتش بتاعت البامب ادي هيد البامب مجهول. بيساوي بي اكزيت اتموسفير بصفر، البي اكزيت حسبناها منين؟ فلوريد. خلاص تمام حلو قوي. طبعا هحسبها لك يعني ترتيب الحل انا هحله لك ترتيب في ورقه
بس ايه يعني احنا بنتكلم دلوقتي ال V دي سكوير معايا خلاص الزد اكزت جيفن برضو كانت 60 ال H روسس بتاع ال H روسس بتاع الباي ستيج 1 زي الاثنين زي الثلاثة زي الأربعة زي الخمسة كل اللي زي طيب هنكتبها لك كده عشان تبقى فاكر الخمسة باي ستيج طيب بلس الهيد بالب جيفن كان 18 الهيد بتاع التربينه كانت 30 والفيتنج كان مديني 3 البو كل واحد ب 1.5 يبقى 4.5 وكان المجهول الوحيد هو الهيد بتاع البمب بحسب فيها مشكله؟ طيب لما في الزياده بتاعت نعم معلش تاني هو اخذ معانا نص اه مش انت حسبت نص في البايب واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه اجمعهم بقى انت ليه جمعنا الخمسه اصلا مش معنى خمسه يعني ليه مش اربعه وثلاثه اصل يعني احنا جمعنا الاربعه احنا جمعنا كل اللي ما بين النقطتين كنص بلاش كلام جديد يعني يوم الريفيجن ده بالذات خليك مركز ليه؟ هو احنا بنقول الكلام العادي اللي في ناس عارفاه اوكي بس ايه؟ الثابت ان الافيه تستفيد وتسالني لو مش عارف مفيش مشكله في حدود سؤال كده بس ان شاء الله. اه امتى اصفار؟ هي مش دايما موجوده بس هي في كيس كده. احنا يا باشمهندس سؤال زميلكم كويس برضه. هو عند السطح احنا عند السطح البريشر بي واحد ده اللي العداد ايس ده جيج ولا ابسوليوت؟ جيج زي عداد ايس وجيج يعني طب هو معنى ان القيمه دي جيج معناها ان ماست بي البريشر في السايد الثاني يكون جيج لان انت ممكن تتساءل يا باشمهندس البريشر على الاكزيت اتموسفير معنى قلت يا شباب هو محدش اختلف ان قيمته اتموسفير بس هو قيمته اتموسفير لو انا بيس ابسوليوت ضغط المطلق اخده معايا ان ليه قيمه وقيمته الاتموسفير معروفه اتموسفير 101.3 كيلو باسكال محدش قال حاجه بس بما اني بقيس جيج او خدت البي واحد ده جيج فلازم اخد البي 2 جيج ابص الاقيه اتموسفير فجيج بصفر ادي صفر البريشرات اهو صفر السرعات دائما لما تاخد نقطه في تانك والقلعه لو السطح بتاعه هتبقى السرعات صفر مفيش صفر تاني عندك ما نصفرش حاجه تاني الا ايه بقى بنولي لما بختار ديتا ويبقى الزد بتاعت الديتم بصفر اللي انا بقيس منها والثانيه يا بوزيتيف يا نيجاتيف بينما هنا الزد مخفيه وظاهره لي بصوره ايه يا شباب؟ بصوره الاليفيشن يعني لما يكتب لي ان في اليفيشن 10 ما اقولش فين الديتم اقول ان ده الزد بتاعه ب 10 الاليفيشن هنا 110 معناها ايه؟ ان انا قيسته من ديتم وطلع الارتفاع بتاعه 110 فين الديتم مالكش دعوه طب يا باشمهندس اخد نقطه من السيستم ديتم يعني سي هنا الاليفيشن 25 اقل نقطه في السيستم اخدها ديتم انا مش زعلان منك انت شطوره وكويس موافق يبقى الزد بتاع النقطه دي صفر ده حقيقي بس اي زد تاني هتطرح منه قيمه الكلام طب ليه يا عم الحسابات اللي انت في غنى عنها دي؟ امال اعمل ايه؟ اسيب ده لو عدت الزد بتاعته 25 اسيب ده لو عدت الزد بتاعته 110 ليه؟ لان اوريدي اتقسنا كل ده من ديتم تاني وطلع ديك فعال فين الديتم مش مهم دي الاسفار اللي كانت بتظهر مش مهم هنا مفيش زد بيظهر في الاسفار مفيش هو التانك مش موتر انا هاتي فيه موتر لا يا عم ما تزعلش نفسك هو قال لي كنت بحكي بس لو هو ليكويد واحد بس جدع برافو عليك هو اويل مش معلومه مهمه يعني بس هي اويل ما علينا وصلنا يا شباب لايجاد هيد البامب هو عايز الموتور باور اللي بتشغلها قانون الشهير ان الايتا بتاعت البامب الفلويد باور على الموتور باور او الالكتريكال باور او الميكانيكال باور او الباور ريكوايرد تو درايف البامب كل دي بمعنى واحد الكتريكال باور موتور باور ميكانيكال باور الباور ريكوايرد تو درايف البامب كل ده بمعنى الايتا ايه؟ البامب بتساوي الفلويد في الباص على الكلام ده على الباور هو هنا مسميها موتور باور اوكي عايز الموتور باور هتساوي الفلويد اللي هي الدوامه في الفلوريد في الهيد بتاع البامب على الايتا اللي كان مديها لي 75% طبعا الفلويد معايا كل الكلام ده معايا احصل على الموتور باور بالوات بالوات امتى؟ لو انا حطيت دي 85% 9810 ده الدوامه بتاعت الاويل
الفلوريت بالمتر المكعب بالسكن، والهيد بتاعت البمب بالمتر على الجفاءه اللي كانت 75%، فالراجل اللي هيطلع هنا بالوات. احد المشاكل اللي انت برضو بتقع فيها انك ما بتكتبش وحدات، ده مشكله. يعني انت حسبت الرقم ده بالوات ولا بالكيلو؟ بالوات. سي انا طالبها بالكيلو، اسم على الف. يعني ايه؟ لازم اليونتس يبقى لها كلام عنها، ما تكتبش ارقام وتمشي. خلاص؟ اه ما هي اصلا لو ما اشتغلتش، حتى لو شغاله ساعه فدي الهيد بتاعها. ملهاش علاقه. اه ملهاش علاقه بعد ساعات تشغيل. هما الاثنين بامب هنا هيعملوا ايه؟ ده هتشتغل 12 وتقف، ودي تشتغل ايه؟ 10. اه انت لم تدرس البامب سيستم. ايه البامب سيستم؟ ان يكون في بامبين شغالين مع بعض في نفس الوقت، او واحده بعد الثانيه. الثابت حتى لو اثنين شغالين في نفس الوقت مع بعض. فده ايه؟ ده ات سيم تايم. بس في كمان كونفجريشن بقى، اللي هو ايه؟ البمبات دي بالتوازي كده مع بعض ولا انسيرس مع بعض؟ حتى لو شغالين في نفس الوقت. انت لم تدرس دي، فانت بتحسب حتى لو شغاله 1 اور بامبنج. اللي احنا ممكن نحكي فيه ايه؟ يعني اللي ممكن ايه؟ حاجه بالعقل بالمنطق تقدر تجاوبها. ان انا سي اديتك نقطه مثلا ما بين الاثنين بامب هنا. إيه؟ ما علينا، بس خلينا الاول ايه نحسب ان هو عايز البريشر هنا. عند نقطة تتعلم الأول وبعدين أقول لك فكرة. يعني لو إن في هنا نقطة عايز يحسب بريشر دائما دائما، لما يختار نقطة جوه السيستم وعايز يحسب بريشر عندها، قلنا ده المطلوب الصريح إن يقول لي إيه؟ كالكوليت البريشر عند البوينت دي. المطلوب اللي هو هضطر أحسب فيه البريشر شيك الكابيتيشن. ما علينا، قبل أي حاجة أروح أحسب السرعة عند النقطة دي. لما يقول لي أحسب بريشر عند النقطة، أحسب كمان السرعة عندها. قبل اي حاجه اروح احسب السرعه عندها. منين احسب السرعه بتاعتها؟ اه من الكونتينيوتي. برافو عليك. اللي هو ايه يعني القانون؟ اه ان الفلوستي هتساوي كيو على ال. اقدر احسب من هنا ايه؟ الفلوستي. يبقى يا شباب اعمل لك نفس السرايد ده، مش مشكله. لما طلب البريشر عند ال في بيساوي كام؟ اول حاجه عملناها ايه؟ حسبنا السرعه عند ال، هي كوميدي الفلو ريت اللي انا حسبته على الاريا بتاعتها. طبعا هو حد شباب يظن ان الاريا باي على 4 دايمتر، والدايمتر ده جيفن طبعا دايمتر سكوير بالمتر طبعا، وده بالمتر المكعب بالسكن عشان نطلع الراجل ده متر على الثانيه. طب نحسب السرعه دي. من ليك الحق دلوقتي تختار ما بين سطح التانك والبي او ما بين البي والاكس، انت حر. ماشي؟ فطبعا يعني الاسهل ليك، الاسهل ليك انت او الانسب ليك الاثنين زي بعض. هنقول كده البي سيرفيس على جاما. بس قبل ما اعمل ده اقول ايه؟ اقول له اطبق بتوين، اكتب ما اكتبش نقط بتوين السيرفيس اند ايه؟ البوينت بي. اكتب له يعني كده ان مفيش نقط عندنا في اماكن، وبالتالي البي سيرفيس على جاما زي البي سيرفيس سكوير على الـ جي زي الزد سيرفيس. في بامب ما بينهم؟ لا مفيش بامب ما بينهم. تساوي البي اللي انا عايز اعرفها، السرعه دي حسبتها، السيت بتاعت البي جيفن، الاتش لوسز. في كام لوسز هنا؟ اولا في باب ده اساسي، ما هو الاتش لوسز ده قلنا لما نكتب لوسز واسكت اقصد بيها البايب، وادي اتش الباب. في تربينه؟ اه في فيتنج. ماشي برافو عليك. لما اجي اخد اللوسز بتاعت البايب في ستيش كامله، اللي هي الستيج رقم واحد دي كامله اهي. منين الدوس اللي انا حسبتها؟ السبعه والثمانيه. طيب وفي البايب الثاني المفروض اخد النص من هنا لحد هنا. اه هو قال لي ان دي في الميد بوينت اخد نص القيمه. طيب الاتش بتاعت الالبو وما عديت على كام البو في سكتي؟ اثنين، اخد اثنين البو. والبالب كده كده ايه معايا. فالمجهود الوحيد هيكون البريشر. وحده البريشر على الجامعه اللي بتطلع هنا وحدتها ايه يا شباب؟ وحده بريشر على الجامعه، يعني لما اطلع البريشر بتاع البي على الجامعه ده وحدته ايه؟ متر. متر جدعان، برافو عليك. وبعد كده اقول له يبقى البريشر بتاع البي هتساوي ال 85 من 100 في ال 9810 في هذه القيمه، يطلع كده بالباسكال. لو طلبته منك بالكيلو باسكال، لو طلبته بالبار. بص يا هندسه الاتش لوسس، انت عايز تحسب اللوسس من هنا لحد البي. الاساس البي بالب وعديت على الالبو اثنين، يبقى في اثنين البو في قيمه الواحد اللي هو واحد ونص. البايب بقى
عدى على وايت كامله اللي هي ستيج 1 كامله. طب وهعدي على ستيج 2 كلها حته منه كام بقى؟ ما عرفالي ان هو البي في النص، وبالتالي هاخد نص النص بتاع الايه؟ بنقول لو هو سي مثلا فرضنا ان طلبنا بوينت هنا يا شباب، طبعا يعني عادي زي ما فيش مشكله اي بوينت نختارها سي بوينت زي دي ما بين التو بامب على حسب. لو انا قلت لك ان البي 1 شغاله او البي 2 شغاله، يعني سي لو انا قلت لك البي 2 شغاله وانت لو انا قلت لك ان البامب رقم 2 شغاله للبامب 2 دلوقتي، وانت اخترت ما بين مين؟ ما بين البوينت دي والاكسس، هتاخد البامب 2 معاك في الاعتبارات. لو قلت لك ان البامب 1 شغاله وخدت انت ما بين السطح والنقطه دي، هتاخد بامب 1 معاك في الاعتبارات. لو قلت لك ان البامب 1 واقفه وانت خدت ما بين هنا وهنا، مش هتدخل البامب معاك في الاعتبارات. يبقى قيمه البامب هتدخل امتى؟ على حسب المكان اللي قبله هي شغاله ولا لا؟ ما فيهاش اي مشكله، اي نقطه في السيستم ولا يعني حاجه ما بينها، ما بين النقطه والاكس او ما بين السطح والنقطه، وادخل كل القيم اللي موجوده بينها معايا في الحسابات. الزد دي هي الفيتنج، الارقام موجوده، الفيتنج دي اللي انا اقصد بيها الاثنين البو الموجودين. فانا عندي البو اثنين، عديت على اثنين البو، واحد ونص ثلاثه. القيم دي موجوده عندكم في الشباب، الارقام دي ممكن اوديها لكم او تصوروها مش كده. ايه؟ دايما حل على سن البريشرات جيتش يا شباب، هتريح نفسك في قيمه الاتموسفير. المعادله بتاعت النيجي ما اشترطتش، يعني ايه؟ قالت لك خدت بي 1 جيتش خد 2 جيتش، خدت بي 1 ابسوليوت خد 2 ابسوليوت، لكن مالكش تشتغل ابسوليوت. طيب عايزين نقسم حاجه اسمها توتال انرجي برضه. لو عندي توتال بي بين بي 1 وبي 2، لو قال لي بي 2 شغاله باخدها معايا خلاص مع الفلوس. باشمهندس لو قال لي لو قال لي انت شغالين باخدهم في المعدل اللي بياخد بي 2 اتش بي ولا مش هتحسب اتش بي مش هقول لك زي ما كان كل اللي ما بينش. فكره دي كويسه هقول لك. ماشي عايز افهم ولا وقال لك سي قال ايه؟ باشمهندس انا عندي مثلا بايت دي، طبعا احنا عارفين في ناس عارفه الحته دي بس مشكله نقولها. سي دي بايت 3 او 2 او 1، بس هو مديني هنا نقطه كده في الفيجن اسمه الفيجن مثلا 20، وكان مديني هنا الفيجن اسمه الفيجن 10، وفي اخر حته في البايت الفيجن مثلا 60. هو سي طلب البريشر عند البوينت دي، فانا الطبيعي باخد ما بين البوينت والاكزت او ما بين السطح والبوينت، لكن اهم مطلب ان هدخل قيمه اللوسز من هنا لهنا. نفترض يا سيدي ان ده بلب ودي تربينه، ما علينا ان هو يعني عشان تبقى عارف ان دي ستيج. فانا محتاج قيمه اللوسز ايه؟ مش في كل البايب في الحقيقه، انا محتاج يا اما الحته دي لو انا ماشي كده، او كنت محتاج الحته دي لو انا ماشي كده، احسبها ازاي؟ اهم ما في الامر انا الاتش لوسز بتاعه البايب كلها معايا. طيب كلها ما كانتش معايا الاتش نص بتاعتها. فالحسبه بسيطه قوي، بقول ايه؟ باخد هنا فرق الاليفيشن، بمعنى فرق الاليفيشن 60 ده الماكسيموم في الستيج دي، والمينيموم كان 10، فالفرق ده كام يا شباب؟ 50. الفرق ال 50 ده الدلتا زد 50 كانت بتدي اتش نص كام؟ 15. الجبن هنسمي ان هي 30 متر نص معايا ان شاء الله، حد حوش بتدي 30 متر نص. ده ايه؟ ده الفرق إيه؟ توتال في الاليفيشن. انت عايز انهي بقى حته بطل؟ انا عايز والله من هنا الحته دي الفرق كام؟ 20 ناقص 10 اللي هو الفرق 10، الدلتا زد يدي اكس. فتقدر تحسب قيمه اللوسز دي الحته الصغيره دي من هنا. تاني سي طلب بوينت
طلب اللوسز او هو مش هيطلب اللوس، هو طلب البريشر عند البوينت دي. هنحسب السرعه عندنا. حلو، عايز بقى ايه؟ وانا باخد الاتش لوسز فباخد اللوس اللي ايه، يا قبلها كل ده يا بعدها على حسب، سواء كنت كده او كده، هي مش واخده البايب كلها، هي واخده حته منها. فانت ممكن تكون عايز اللوسز من اول هنا لحد هنا بكام، او اللوسز من اول هنا لهنا بكام. انا اعرفها ازاي سواء دي او دي، لان دي هتكون ايه طرح التوتال منها. انا عايز اعرف كده ليه. ماشي، اقول البايب كلها كاليفيجن كام، هلاقي الماكسيموم اليفيجن بتاعها 60 والمينيموم اليفيجن 10، يعني البايب رقم 3 الفرق في الاليفيجن التوتال بتاعها كان اسمه دلتا زد 50. كان قيمه ال 50 بتديني اتش لوسز بتاعت البايب 3 كلها. فلما انا عاوز الفرق ده يا باشمهندس ما بين مين ومين؟ ما بين ال 20 وال 10 اللي هو فرق الاليفيجن كام؟ 10. يديني كام يا باشمهندس؟ اكس، واحسب الاكس من هنا اللي هي 300 على 50 تطلع 6 متر، كان الحته دي لما اخد اللوس بتاعتها اقول ان الاتش لوسز في الحته دي بس 6 متر. ده لو انا واخد من ايه؟ من السطح ليه؟ طب سيب انا كنت هكمل، كنت اقول بقى اللي ايه؟ ال 24 متر بقى ايه؟ اللي هو راس كمان. خلاص كده؟ طيب لو البايب طوليه، لو البايب طوليه زي دي، لو البايب بالطول بهذا الشكل، وحيل البوينت دي كده الا على 5. ده ايه؟ في خمس المسافه، في ثمن المسافه، في سدس المسافه، في ربع المسافه. مهما كان طول البايب دي ال والبوينت دي في الخمس يبقى خمس، نص يبقى نص، ربع زي دي. لما هنا قال لي ايه الميد بوينت خدت نص النص. ماشي الحال يا شباب؟ دي برضه ايه؟ التوتال انرجي لاين طبعا من الحاجات السهله جدا، بس انت تركز فيه كده. واهم ما فيه بوينت واحد في الحقيقه، ان هو سلسله بتسحب بعضها. تعالوا نشوف كده ازاي نقسم التوتال انرجي. طبعا انت بتقسم التوتال، هتقسم السيستم يعني نقول من غير التنكات ماشي او التنكات، هتقسمه تاني عشان بس تبقى عارفين بوينت واحد واثنين. فهتقول قال ايه؟ قال البط ادي التوربينه، التوربينه في ثم في بمب ثانيه الخط كده. ركز يا باشمهندس معايا، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. رقم اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. طب يا شباب بصوا كده، بوينت 1 عايز أحسب التوتال عند 1 يبقى متفقين الحمد لله لم يعد هناك مجهود الحمد لله، بمعنى ان الاتش لوسز واحد معايا. بص كده كذلك دي، كذلك الراجل ده، يعني كل اللوسز معايا. اتش لوسز 4 وكمان اتش لوسز 5. البامب الليت بتاعت البامب كانت معايا، ليت البامب كان الموضوع اختياري شويه. طيب البالب والتربينه، يعني كل اللي انت معايا خلاص. انا اتوقع يعني اتوقع حاجه اصلا موجوده، بس هقول الشكل بتاع التوتال ماشي ازاي في السيستم. طبعا كانت فكرتها زي ما انا جبت لك، مش بعض الناس جبت لها كويس ان ايه اوريدي رسمه مرسومه، فكان يقدر يستنتج هو منها. دي احد الاستفادات بتاعت الرسم، ان انت مثلا مجرد ما ارسم لك رسمه انت فهمت خلاص السيستم ده رايح فين وجاي منين فيما بعد. النقطة واحد احسبها منين؟ هو ثابت التوتال انرجي عند أي بوينت بيتحسب من البي على الغامة زائد البي سكوير على 2 جي زائد الزد. نقطة واحد اللي هي مدخل أو مخرج التانك دي كريتيكال شوية، لأن هنا الفلويد بيحصل له شوية تربلنس اضطراب. فتقدير قيمة السرعة وحسابها يعتمد أنا دخلت أوريدي في الفولي دي بولت جوه البايب دي ولا لسه؟ مالناش دعوة بالكلام ده. فإحنا هناخد البوينت 1 نفير ليها السيرفيس بتاعت التانك. انا
هاخد ان ايه السيرفيس بتاع التانك هو ريفيلنج. ليه؟ لان اريد لو انا اديت بحسب عند السيرفيس بتاع التانك ومشيت من سطح التانك لحد البوينت دي فانا مشيت جوه تانك اللي هو نص فيه نيجليكت، وكان مؤشر السطح بتاع التانك هو ريفير لقيمه التوتال اللي هي على البوينت الاولى. فبروح كاتب المعادله دي واطبقها على مين يا باشمهندس؟ على سطح التانك. واللي وارد يكون ليه شكلين، الشكل الاول انه مفتوح، سطح مفتوح، وبالتالي الضغط اتموسفير اللي جيتش والسرعه في سطح التانك بصفر وريد، او وارد يكون مغلق وساعتها يبقى دي بس اللي بصفر، بينما دي اللي كانت مثلا عندنا كانت 40 في 10 اس 3 على 85% في 9810، مفيش كلام. ما كنتش جايب تانك اصلا. لما يبدا لك بايب من غير تانك كده ما تقدرش تخمن ان الضغط هنا بصفر، ما تقدرش. ده جوه بايب وبالتالي لازم تحسبه او تعتبره مجهول، وساعتها انا كنت مديكوا الداتا اللي تخلي ايه؟ اللي تخلي القيمه واضحه تحسبها منين؟ كنت مديك التوتال انرجي. تجاهلي ما علينا من مساله الكوز ده. لكن اريد مساله الكوز انا اديتك قيمه التوتال، انا مديهولك فمش محتاج تحسبه عند النقطه دي. لكن ما تقدرش تقول ان البريشر كان بصفر، من المعادلات كان البريشر له قيمه. المعادلات دي. لكن انا بقدر احكم على سطح التانك لان انا اوريدي عارفه لو مفتوح يبقى ايه؟ اتموسفير. خلاص كده الناس فاهمه انا بحكي بايه؟ سطح التانك هو المؤشر بتاع البوينت الاولى. بينما الزد دي مديها لي جيفن سي دي كده 110. لو حسبنا سي دي طلعت 114 ونص مثلا. اجي اوقع النقطه دي مفيش سكيل، محدش قال ان في سكيل، لكن سي انا وقعت ان دي 114. ماشي الحال 114 ونص. انا لما امشي من واحد اثنين ازود الباور ولا اقللها؟ بقيمه ايه؟ يبقى دايما همشي اطرح قيمه ما عدا البامب بس هي اللي اكبر. يعني معناها ايه؟ هطرح قيمه الاتش لوسز اللي هي كانت 7 من الرقم ده. احط القيمه. بعد كده اعدي على باب كان 18 لوس بتاعته، اطرح 18 من ده. البايب 3 ركز بقى، البايب 3 كانت هي نفسها ليها لوسز وكان عليها 3 ايه؟ يبقى ال 3 البو زائد قيمه النص بتاعتها الباكج دي كلها هي اللي هطرحها. يبقى لما اوصل للنقطه دي انا عملت ايه يا شباب؟ انا طرحت الاتش لوس بتاعت البايب 3 بلس 3 البو معايا. لان هما جوه ايه البايب او على البايب دي. انا شفت في كويز مثلا لما كنت حاطط البو فناس قسمت دي ستبات كل البو ايه؟ لا خلاص اصل هو الالبو على البايب فخد التوتال لوس بتاعتها. طيب التربينه هفقد قيمه اللي هي اتش تربينه طرح برده هنا هفقد. واجي هنا بقى لو البامب واحد فرضت هنا ما قاليش مين اللي شغاله ولا ففرض ان عندي انا حر لو فرضت ان البامب واحد هي اللي شغاله هاجي هنا واجمع القيمه. لو فرضت ان البامب واحد واقفه ما فيهاش اي نص هروح معدي على ايه؟ على النقطه الثانيه كده بخط مستقيم. لو انا عملت دي خط مستقيم معناها ان البامب دي شغاله ولا واقفه؟ تمام كده؟ وبعد كده هفقد نصوص هنا ثاني في البايب دي ثم يتضاف هيد البامب كده. انا قلت لك ان الاثنين اللي شغال ثم اللوس بتاعت البايب. بينما لو انا حكمت ان واحد اللي هتشتغل فما يجراش، اوضح له بس خط توضيح ان لو جت واحد اللي هتشتغل فكنت هاجي هنا واجمع ايه؟ هيد البامب، واجي هنا واروح نازل ايه؟ لوس، واجي هنا واروح ماشي خط مستقيم. حد فاهم مشكله يا شباب؟ اعمل الاثنين؟ لا يعني انت اوريدي حتى لو عملت التاني داش يعني ايه تقول ان ده كان ممكن يكون خط سير لكن تعمل واحد مش قضيه. المهم ان انت توضح لي بس واحده منهم كانت شغاله وتكتب. طبعا اوصل بينهم يا شباب بالمسطره ماشي خطوط مستقيم. ما علينا فرضنا ان دي اللي شغاله. بروح كاتب على الراجل الطيب ده. طيب لو عايزين نحسب الهيدروليك جريد لاين او نحسب الهيدروليك جريد لاين نقول يعني ولا بلاش؟ نقول الهيدروليك جريد لاين. طيب الهيدروليك جريد خلي لاين دي لان لاين مفهومها ان انت ايه؟ يعني ايه؟ هتوصل خط. فازاي نحسب التوتال هيدروليك جريد عن بوينت معينه؟ هي المفروض تتحسب من البي على الجاما زائد البي سكوير على 2 جي زائد الزد ولا لا؟ لا طبعا. انا بحسبه فقط من البريشر زائد الاليفيشن فقط. طب ايه ده؟ فواحد استنتج حاجه جميله جدا ان الفرق بينه وبين التوتال السرعه. وكان لو انت حسبت التوتال ده الهيدروليك جريد عند بوينت. هو التوتال اللي نيجي عند البوينت دي وانت حاسبه قبل كده في الحقيقه؟
وتعمل ايه يا باشمهندس؟ تطرح منه السرعه تربيع على 2 جي. ده معناه زي الشاطر هتضطر تحسب لنا كام سرعه؟ 10 سرعات. 10 سرعات فوق 5. 5 ليه بقى يا جدع؟ عشان اوريدي البايب الواحده تمب بايب سرعه واحده. طب وممكن يبقى اقل كمان امتى؟ لان البايب دي ليها دايمتر زي دايمتر بايب ثانيه. ما علينا، المهم سي هنحسب عند البوينت الاولى. فاقول له ايه؟ انا هحسب السرعه واحد من ايه؟ هاخد الفلوريت على الاريا واحد. الفلويد معايا اللي هي واحد اللي هي 4 دايمتر حسبنا دي. طبعا دي منك على الثانيه. اروح حاسب البي واحد تربيع على 2 جي. رقم، الرقم اللي ينفع هنا بالمتر. طبعا الحساب دي كده يا شباب البي سكوير على 2 جي دي متر. وليكن نفرض ان هو طلع 4 متر. 4 متر. معناها ايه؟ ان لو دي 114.5 دي بوينت 1 توتال انرجي 114.5 والبي سكوير على 2 جي 4 معناها روح شايل 4 من القيمة دي تطلع دي كام يا شباب؟ 110.5 ولا 100.5 بس؟ 110.5 دي كده الفرق ده اللي هو 4 ايه؟ 4 من. طيب هاجي عند 2 سين دي كانت 7 وليكن دي كانت 107 مثلا. هاجي اروح طرح 4 منها تطلع وليكن دي كده كام؟ بقت كام دي؟ 103. ده كده معناه. طب هنا احسب بي 3 وبي 4 وهكذا وهوصل برضه منهم ايه؟ يبقى انا في الهيدروليك اسهل شويه لان اريد انا بطرح قيمه بجيب قيمه السرعات وبطرح بقى قيمه التوتال منها. عند كل بوينت ليه بي؟ هنا بتجيب البي واحد اللي تخص القطر ده. طبعا امال ايه؟ يعني سي رقم 3 و4 دي بايب ثانيه بقطر ثاني هتحسب بي 3 وبي 4. الرقم كله والسرعه اللي انا جايبها؟ مش السرعه يا ابني، امال انا كنت بحكي لك ايه؟ انت بتحسب السرعه عادي. بتروح واخد السرعه التربيع على 2 جي. بيطلع برقم، الرقم ده متر هو ده اللي بيطرح. فطبقتها لك على بوينت. يعني احنا حسبنا السرعه واحد من متر، طلع المتر على السنه، طبقتها على 2 جي طلعت 4. وهقعد اوقع الهيدروليك عند واحد اعمل ايه؟ اخد التوتال اللي هي 114.5 اطرح منها القيمه اللي هي 4 دي. فتبقى 110.5 دي الهيدروليك عند واحد. بعد كده بص هطلع التوتال برضه من هناك. دي 107 التوتال بتاعها. هطرح ايه؟ 4. طيب نقلت بايب ثانيه بحسب سرعه ثانيه. اروح حاسب سرعه ثانيه اللي هي كيو على الاريا. احسب سرعه اربعها على 2 جي يطلع رقم ثاني. وبعدها تروح ممكن بالظبط. هنا وهنا. لو كان الجي هنا بزيرو. البي زيرو. مش المفروض النقطه اللي انا باخدها من هنا هتكون ليها ضغط زائد. بص كده هندسه زي النقطه دي الاليفيشن 10 واللي فوق هنا كده الاليفيشن 30. فانا لو خدت التوتال من عند السطح ده هقول ايه؟ 30 فقط لان البريشر والسرعه بصفر. ده التوتال عند واحد. فانت بتقول لا هاتوا ايه؟ السرعه كده كده بصفر. الاليفيشن بكام؟ انا هتحسب التوتال انرجي من هنا هيبقى البي على الجاما زائد البي سكوير على 2 جي زائد الزد. بص يا راجل طيب دي بصفر زيها زي السطح. الزد هنا ب 10. طب البي بتقول لي في ضغط سائل. ضغطه اللي هو كام بقى يا هندسه؟ جاما الاتش، الاتش اللي هي 20 اقسمه على مين؟ على الجاما بتاعت الليكويد. ما هو انت بتقول بريشر على جاما وكان ده يطلع كام؟ 20 زائد ايه؟ اللي هو كام؟ هي اياها بس انا لما خدت عند السطح كان في الاليفيشن اعلى. خدت الاليفيشن لما خدت عند النقطه دي معاك ان في الليكويد ده ضغط بس كمان الاليفيشن قل بقيمه الضغط ده او الفرق.
ازاي حسبنا اعتبرنا الكوست زيرو وهنا جبنا السرعه دي طبعا احنا قلنا الحته دي انا بحسب ان هنا اخلت في كل الديفولت يعني شريط الاول اللي فين بس انا بقصد ان انا دخلت كده السرعه هنا هي اللي مقيمه لي بعد طول معين من خالص سبب من الكيو يعني لو انا عايز اقسمها بالدقه ابدا احط من هنا يعني في طول انا مش عارف في السرعه يعني لو قلت لك انت دي هتعرف تعملها فبتقول لي يا عم اعتبر ان انا دخلت في الكوليدي كله في الاول عشان نحسب السرعه الثانيه